طيب نرجع تاني نكمل كلامنا عن المسرحية. والحقيقة يعني المسرحية دي حققت نجاح كبير جدا الفترة اللي فاتت، ويمكن ناس كتير أشادوا بيها دايما. هي طبعا المسرح القومي، مسرحية مش روميو وجولييت، وانتي بتحبي قوي المسرح. يمكن بعد فترة كمان آخر حاجة كانت كينج لير 2019 حاجة كده. ودي نوعية مختلفة تماما عن طبعا طبعا كينج لير لغة عربية وتاريخي وتقيل، يعني الفستان لوحده كان مرهق من كتر ما انت عايزة انك شيلة يعني، ولغة عربية فالموضوع برضو كان تقيل يعني. كان تقيل. لكن هنا هو مسرحية المسج اللي فيها لو عملتيها دراما، يعني لو اتعملت كدراما ومشاهد درامية والكلام ده ممكن ما كانتش تنجح. اللي خلى المسرحية تنجح مع الناس الأغاني، البساطة إنها والأغاني ميوزيكال، إنها إنها موجودة. كلها موسيقية يعني، أيوه. وألحان أستاذ أحمد شعتوت، وطبعا أشعار أستاذ أمين حداد، مع توظيف أستاذ عصام السيد لكل مخرج العمل. العناصر أو مخرج العمل. فالحالة كلها يعني وصلتنا للنجاح ده. صحيح. واللي بيسعدك أكتر لما بتقابلي ناس، إحنا كل يوم بعد ما بنخلص يعني بنطلع بنتصور مع الناس يعني، فتلاقي دي لفتة لطيفة جدا انها الناس بتحصل. بتقولك احنا مش اول مرة نيجي، دي تاني مرة ولسه هنيجي تاني. وفي الله. ناس بتروح تجيب اصحابهم وييجوا معاهم تاني، فبتبسطي يعني حاجة تفرح. ايوه. طيب انا عايزة برضه اقول حاجة، انه في حاجة حاصلة في مسرحية مش روميو وجولييت، وهي الجرافيك. ويعني ده جديد ان احنا نشوف جرافيك على المسرح القومي. ده مختلف الحقيقة. يمكن نقدر نقول ان التقدم التكنولوجي اللي طبعا حاصل طبعا فاد ال الشاشات طبعا اللي موجودة، وده طبعا أستاذ عصام السيد يعني مع طبعا أستاذ مهندس الديكور هم قرروا ده، فده برضو معمول حلو يعني، مدي حالة على المسرح حلوة.